معنا الهاتف الأستاذ خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب. أولا نرحب بك أستاذ خالد، أهلا بك في الملعب. كيف تعلق على هذه اللائحة الجديدة؟ هل تجدها لائحة جيدة أم أنها مليئة ب يعني الثغرات؟ أهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. أهلا بك. اللائحة بدون شك هي خطوة أولى متقدمة، يعني بدون شك، من ناحية الصياغة طبعا اطلعت عليها في البداية، تم عرضها علينا وعلى كل الأندية في البدايات لأخذ مرئيات الأندية. نعم. من ناحية أنا أقسمها لعدة أقسام، أولا هي من ناحية الصياغة ومن ناحية التبويب ومن ناحية الطريقة، كانت حقيقة طريقة جيدة ولائحة أعتقد أنها راقية جدا من ناحية الطرح ومن ناحية الترتيب، أعتقد أنها أفضل لائحة بتاريخ الاتحاد السعودي كترتيب. طيب. لكن هناك نقاط حقيقة لما عرضت علينا اعترضنا على كثير من النقاط أو وضحنا وجهة نظرنا، وهذا شيء طبيعي، تجد نقاط جيدة ونقاط سيئة. وضحنا وكتبنا للاتحاد السعودي بتقريبا بحوالي 15 صفحة ملاحظات كثيرة ومرئيات، والآن خرجت اللائحة بعد اعتمادها من الاتحاد السعودي، نعم. خرجت بشكل أعتقد راعى في أجزاء منها ملاحظاتنا، لكن في أجزاء كبيرة لا تزال إلى الآن أعتقد أنها ثغراتها لا تزال موجودة. طيب اعطيني اهمها ابو الوليد. مثلا يعني حقيقة الأمر الأمور المالية، الأمور المالية أعتقد أنها مبالغ فيها بشكل كبير، قد ينظر لها مثلا كثير من الـ قد ينظر لها كثير من الـ الأندية أو المنسوبين للوسط الرياضي أنها ممكن تركز على جباية الأموال أو على الجباية أكثر من تطبيق النظام. أنا أرى ولا زلت، وهذا بنكتبه بشكل رسمي، والتداول بيننا وبين الاتحاد السعودي أعتقد جيد والتفاهم شيء رائع، أنه أعتقد أن الأمور المالية يجب النظر فيها بشكل كبير، يعني من 20 إلى مليون أعتقد مبالغ كبيرة. وعلى الأمثلة مثلا عند مثلا ارتكاب 6 كروت، ارتكاب مثلا أو الحصول على 6 كروت أثناء أي مباراة، في اللائحة السابقة كانت 6000 ريال، وفي اللائحة الآسيوية 1000 دولار، الآن 60000 ريال، يعني أعتقد تضاعفت العقوبة في النقطة دي 10 مرات. نعم. في المباريات التنافسية، في المباريات الكبيرة، في مباريات كثيرة مثل مباريات الدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الأولى، نعم، تكون في مباريات فيها الحماس أكثر من أي شيء آخر، أكثر حتى من المستوى الفني. طيب. ويسبب أنه تجي كروت كثيرة، أعتقد 60000 كثيرة. مثلا في بعض النقاط، يعني مثلا وهو أهم نقطة أعتقد أنها مثلا كل إنذارين يقف اللاعب، كل إنذارين أصفر يقف اللاعب. أنا أعتقد أن هذه النقطة أعتقد أن الاتحاد السعودي لازم يراجعها وبيراجعها إن شاء الله. صعبة لأنه الدوري الإنجليزي مثلا كل 5 كروت صفراء يوقف اللاعب، فنحن دفعنا أموال كثيرة باللعيبة، حلاوة الدوري راح تروح لأنه راح تكثر الإيقافات. لا أعتقد أن في لاعب في الدوري السعودي مش حياخذ طول السنة كرتين لمرتين أو أكثر. طب هذه من الأشياء اللي نبهتوا عليها قبل أبو الوليد، نبهنا عليها وما تم الأخذ والآن فيها. في أشياء صراحة وبالأمانة نشكر الاتحاد السعودي على تعاونه، في أشياء كثيرة إحنا كتبنا فيها وفعلا تم إزالتها أو تم على الأقل الأخذ بالاعتبار بملاحظاتنا، وفي أشياء من بينها الأشياء اللي أنا قلتها كتبنا فيها ولكن تم تثبيتها. اللي مثلا الجميع يعلم مثلا كانت في 5 كروت أو 6 كروت كانت 100000 ريال، كتبنا أن هذا كثير جدا، نزلوها ل 60000، بس لا أيضا لا تزال كثير جدا. يعني الشيء الآخر في فقرة عجيبة، يعني حقيقة أنا أعتقد أنها لن تصمد، أعتقد أن الإخوان في اللجنة القانونية والإخوان في الاتحاد السعودي بالتأكيد راح يطلعون عليها وراح بالتأكيد يشيلونها، اللي هي فقرة مثلا عندما تلعب لاعب غير مؤهل وتلعبه في مباراة ودية، فأنت تعتبر خاسرا هذه المباراة وتغرم 30000. يعني أعتقد أنها نقلت حرفيا من ترجمة من قضية أنظمة المنتخبات. الفيفا في المباريات، الفيفا دي في المنتخبات، نعم، التي تؤثر على التصنيف وتؤثر الفوز والخسارة مهم. فتخيل مثلا نادي الشباب يلعب مع فريق درجة ثانية، يعني أو مثلا درجة أولى مثل نادي الرياض أو أي نادي
في المنطقة، نلعب مباراة حبية في أثناء التوقفات. لو لعبنا لاعب مثلا موقوف بكرت أحمر في مباراة دورية، أو لعبنا لاعب غير مسجل بكشوفاتنا نبغى نشوفه ونكشف أو يصير غير مؤهل، تعتبر خاسرة نتيجة هذه المباراة. أصلا مين سأل عن النتيجة أو مين دور النتيجة أساسا؟ أساسا مباراة ودية ما تهم النتائج. فهل يعني أعتقد النقطة دي خاطئة وراح تعاد النظر فيها. في نقاط أخرى، يعني مثلا أستغرب مثلا يعني الضرب، والله يكرمكم البسط، الضرب إيقاف 6 شهور وغرامة 80,000. هذا الضرب لو ضربت أحد مسؤولي المباراة، لو الله يكرمكم بصقت 120,000 و12 شهر. فشيء يعني ما أعرف، يعني هل مثلا الضرب صار أهون من البسط؟ فشيء يعني واضح أنه بحاجة مراجعة. أيضا في أشياء كثيرة حقيقة، يعني من ناحية مثلا التضييق على ثقافة الاستئناف، هذا الشيء يعني يحتاج إلى نقاش. يعني مثلا التحجير على الاستئناف، ممنوع الاستئناف إلا من 4 مباريات أكثر، ممنوع الاستئناف مثلا إلا إذا كانت غرامة 60,000 ريال أو أعتقد 30,000 على الأفراد. يعني لما تغرم 20,000 مالك حق تستأنف، لما يغرم النادي 40,000 أو 50,000 أو أقل من 60,000 مالك حق تستأنف. طيب لما توقف اللاعب أقل من 4 مباريات مالك حق تستأنف. أعتقد أن الاستئناف ثقافة يجب أن تنتشر، ويجب تسهل أمورها طيب. فأعتقد هذه من ضمن المآخذ على اللائحة. أيضا من ضمن المآخذ مثلا إعطاء صلاحية كاملة لرئيس لجنة الانضباط ورئيس لجنة الاستئناف، طبعا هم قديرين ومحل ثقة الجميع بدون شك، لكن إعطاء الثقة المطلقة لأن يصدر حكم بمفرده وبقضايا مهمة وبأشياء، أعتقد هذه بحاجة للمراجعة. قد تكون نظام دولي، لكن ترى احنا لا المبكر جدا نتثقف بثقافة التقاضي وثقافة الاستئناف، يعني لا يزال المجتمع الرياضي عندنا يحتاج إلى بعض المراجعة. عموما إجمالا يعني حقيقة جهد جيد، وأنا أعتقد جهد رائع من الاتحاد السعودي يشكرون عليه، وأعتقد أن اللائحة هي أفضل لائحة أنا اطلعت عليها من لوائح الاتحاد السعودي من سنوات طويلة. ولكن ما في العمل الجيد لا يكتمل دائما، هناك ملاحظات حقيقة معيبة يجب إعادة صياغتها. وهذا نتاج أي عمل. اللي أنا أثق فيه وأعرفه أنه لابد تغيير مثل بعض هالأمور، لابد متابعة أمور كثيرة. إحنا بنكتب الآن نبي نكتب في نادي الشباب جميع الملاحظات النهائية، وأعتقد لن تقل عن الملاحظات الأولى. كل اللي أرجوه متعاونين من الأخوان في اللجان المناط في هذا العمل، الأخذ بملاحظات الأندية، لأن إحنا اللي نعاني. طيب. وإحنا اللي نعرف الكورة، يعني على الأقل عارفين دهاليزها وعارفين أمورها وحاسين في الأمور. أنا لما يكون عندي يعني في كان عندي 3 فرق، اللي هو الفريق الأول فريق الشباب والناشئين. طيب. الآن جاء الأولمبي وجاء البراعم، 5 فرق لو كله يطبق عليها اللوائح هذه، أنا ما أقدر أصرف عن النادي بالشكل ده. يعني أصبحت لوائح يعني بتكثف علينا الغرامات وعلى الأمور بشكل وضحت أعتقد الصورة. راح يرهق ميزانيات الأندية بشكل كبير. وضحت الصورة أبو وليد، أيضا بشكل نهائي. معليش يا أخوي عادل، معليش لو أخذت من وقتك. تفضل. أنا أقترح حقيقة، أقترح تتم هذا المجهود الجبار اللي قلت لك يشكرون عليه، وإن كان هناك كثير من الملاحظات، لكن إقامة ورشة عمل بين الأندية وبين أعضاء فريق اللي عملوا اللائحة. طيب. ورشة عمل من يومين نضع توصيات نهائية، يسمعوننا كرياضيين إيش مشاكلنا، إيش مشاكلنا، يعني في أشياء إحنا نحس فيها أكثر منهم. طيب. هم قد يكون ضبطوها بشكل قانوني صحيح، ولكن على أرض الملعب على أرض الواقع راح تواجه مشاكل. لما يسمعوا منا أنا أعتقد بدون شك أن راح نصل إلى لائحة مثالية. طيب شكرا لك أبو وليد، يعطيك العافية. شكرا على تواصلك.